في هذا الفيديو سنسرد لكم أفضل 10 طائرات بدون طيار قتالية في العالم بناء على سعة الحمولة والأسلحة الموجودة على متنها. أولاً TEA أنكا التركية. تعمل الطائرة بدون طيار من طراز أنكا مع القوات الجوية التركية منذ سنة 2017. جرى تطويرها من قبل شركة صناعات الفضاء التركية تاي، وهي مصممة لتلبية متطلبات الاستطلاع والمراقبة والتعرف على الأهداف والكشف لصالح القوات المسلحة التركية. يبلغ إجمالي الحمولة الصافية لطائرة أنكا حوالي 200 كيلوغرام، والتي تشمل نظام تحديد الصديق من العدو EFF ومميز ليزر ومكتشف ليزر وحمولات أسلحة مثل قنابل موجهة بالليزر من شركة الروكستان التركية وقاذفة صواريخ وصواريخ سيريت الموجه بالليزر. يتم تشغيل هذه الطائرة القتالية بدون طيار بواسطة محرك توربيني من نوع PD-170 بقوة 150 حصان طورته شركة صناعة المحركات التركية TEE. يبلغ وزن الإقلاع الأقصى 1600 كيلوغرام والارتفاع الأقصى 9 كيلومتر، وتستطيع البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة. اسم الطائرة يعني بالعربية العنقاء، وهي المرادف لطائر القرنفل في الأساطير التركية. ثانيا طائرة MQ-5B هانتر. تم تصميم وتطوير طائرة الصياد MQ-5B متعددة المهام من قبل شركة نورثروب جرومان الأمريكية العالمية، ويجري تشغيلها مع القوات المسلحة الأمريكية على مدار العقدين الماضيين، وهي تعمل على تلبية جميع المعايير التي وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية. هذه الطائرة بدون طيار قادرة على حمل حمولة إجمالية تبلغ 227 كيلوغرام، كما يمكن أن تشتمل على العديد من أجهزة الاستشعار مثل الأنظمة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة الاتصالات، بالإضافة إلى الأسلحة الخارجية مثل القنابل الموجهة بالليزر. يتم تشغيل MQ-5B هنتر بمحرك يعمل بالوقود الثقيل، ويبلغ وزن الإقلاع الأقصى 884 كيلوغرام وسقف الارتفاع الأقصى 5.5 كيلومتر. يمكن لهذه الطائرة أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 120 كيلومتر في الساعة، ويستمر بقائها في الجو لمدة 21 ساعة. هنالك إصدار أكبر باسم MQ-5C هنتر قادر على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 30 ساعة. ثالثا طائرة كايج وينج لونج. إن المركبة الجوية غير المأهولة وينج لونج التي تم تصميمها وتطويرها بواسطة شركة صناعة الطيران الصينية أفيك، هي الإصدار المتقدم من طائرة وينج لونج واحد الأقدم، وتخدم هذه الطائرة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني PLAAF. يمكن لهذه الطائرة المصممة للمراقبة والاستطلاع والقيام بالضربات الجوية أن تحمل أسلحة خارجية بحجم أقصى يبلغ 480 كيلوغرام. يمكنها حمل ما يصل إلى 12 قنبلة أو صاروخ موجه بالليزر، بما في ذلك قنابل FT-9 وقنابل GB-3 التي تزن 250 كيلوغرام والموجهة بالليزر، إضافة لصواريخ TL-10 المضادة للسفن. يمكن لهذه الطائرة متوسطة الارتفاع طويلة المدى مال أن تتحمل 32 ساعة في الهواء، وهي تبحر بسرعة قصوى تبلغ 199 كيلومتر، ويبلغ وزن الإقلاع الأقصى لها 4200 كيلوغرام وسقف الارتفاع حوالي 10 كيلومتر. رابعا طائرة MQ-1C المسماة النسر الرمادي. تم تطوير طائرات MQ-1C جراي ايجل كجزء من خطة لتحديث قدرات طيران الجيش الامريكي في عام 2004، وقد جرى تصميم الطائرة بواسطة شركة جنرال اوتوميكس لانظمة الطيران، وهي تستخدم بشكل خاص لتلبية متطلبات الاستطلاع والمراقبة والاستحواذ على الهدف. تم تصميم هذا النظام ليحمل حمولة اجمالية تبلغ 488 كيلوغرام، بينما يبلغ الوزن بعد التزود الكامل بالوقود إضافة للحمولة الخارجية 261 كيلوغرام و227 كيلوغرام على التوالي. يمكن أن تحمل النسخة القتالية من الطائرة 4 صواريخ هيلفاير تشمل أنواع الحمولة الأخرى، مستشعرات أو وإنفراروج ورادار الفتحة التركيبية ومستشعرات بث الاتصالات، مدعومة بمحرك
تيالرت 165 اش بي بي الوقود الثقيل، يبلغ وزن الاقصى لايجل جراي ام كي 1 سي حوالي 1600 كيلوغرام. يبلغ الحد الاقصى للارتفاع المسموح به والسرعه القصوى للطائره 8800 متر و167 كيلومتر كسرعه سرعة قصوى. تملك النسخة العادية قدرة تحمل قصوى تصل إلى 25 ساعة، بينما توفر نسخة المدى البعيد قدرة تحمل تصل إلى 40 ساعة. خامسا، طائرة يابهون يونايتد 40. تم تصميم طائرة يابهون يونايتد 40 ميل، والمعروفة أيضا باسم سمارت آي 2، من قبل شركة أدكوم سيستمز ومقرها الإمارات العربية المتحدة. الطائرة تعمل حاليا مع القوات الجزائرية وتسمى محليا جزائر 54. هذه الطائرة بدون طيار متعددة المهام قادرة على رفع حمولة قصوى تصل إلى 1000 كيلوغرام، تشمل أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة مثل منصات الكاميرا والرادار ذي الفتحة الاصطناعية سار والسونار. تتميز هذه الطائرة الاستراتيجية بدون طيار بأربعة نقاط تعليق أسفل الجناح لحمل ذخيرة يصل وزنها إلى 400 كيلوغرام. كما تملك الطائرة أيضا مكانا لتركيب حمولة خارجية إضافية بالقرب من بطن جسم الطائرة. مدعومة بنظام الدفع التوربيني الكهربائي الهجين، يمكن للطائرة أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 120 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن تظل في الجو لمدة 120 ساعة. الحد الأقصى لوزن الإقلاع المسموح به للطائرة هو 1500 كيلوغرام. طائرة CN5. تم تصميم وتطوير CN5 طائرة بدون طيار، المعروف أيضا باسم Rainbow UAV، من قبل شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية. جرى تقديم هذه الطائرة بدون طيار لأول مرة في نوفمبر 2016، وهي شبيه الطائرة الأمريكية MQ-9 ريبر. هذه الطائرات بدون طيار قادرة على تنفيذ المهام القتالية والاستطلاع المراقبة والدوريات، بالإضافة لتحديد المواقع المستهدفة. يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 3300 كيلوغرام، قدر حمولتها ب 1200 كيلوغرام. يمكن إرفاق النقاط التعليق في كل جناح بحزمة رباعية من صواريخ AR-2 الموجهة المضادة للدروع وحزمتين من صواريخ AR-1. تعمل الطائرة بمحرك واحد بقوة 330 حصان، ويمكن لها أن تصل إلى سرعة 118 كم في الساعة، وتوفر قدرة تحمل تصل لمدة 60 ساعة. طائرة MQ-9 ريبر. تعمل الطائرات بدون طيار من طراز MQ-9 ريبر مع القوات الجوية الأمريكية ووكالة ناسا والقوات الجوية الملكية والقوات الجوية الإيطالية والفرنسية والإسبانية. تم تطوير هذه الطائرة الموجهة عن بعد RPA بواسطة شركة غازي لتتوافق مع معايير ستاناغ 4671 الخاصة بحلف الناتو. تبلغ سرعة الطائرة القتالية بريداتور بي ضعف سرعة سابقتها بريداتور، ويمكنها حمل حمولة أكثر بنسبة 500%، وهي قادرة على الوصول إلى ارتفاعات قصوى تصل إلى 15 كيلومتر وبسرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومتر في الساعة، وتتحمل 27 ساعة في الجو. يمكن للطائرة بدعم من محرك هانيويل تي بي او 331 توربيني أن تحمل حمولة قصوى تصل إلى 1746 كيلوغرام، بما في ذلك حمولة خارجية تبلغ 1361، وهي قادرة على التزود بحمولات متعددة المهام من أنظمة إنفراروج ورادار لينكس متعدد الأوضاع ورادار المراقبة البحرية متعدد الأوضاع وتدابير الدعم الإلكترونية ESM ومحدد الليزر. يمكن أن تشتمل أيضا على أنظمة أسلحة مختلفة كصواريخ جي أم 114 هيل فاير وقنابل جي بي 12 بيف واي ومجموعة ذخائر الهجوم المباشر المشترك جي بي جي دام. الطائرة حارسة السماء MQ-9 بي. تدخل طائرة MQ-9 بي سكاي جارديان الخدمة في سلاح الجو الملكي كجزء من برنامج طائرات بروتيكتور RGMK1 في سنة 2020. تم تطوير الطائرة بواسطة
غازي وفقا لمتطلبات حلف الناتو الخاصة بمعايير الطائرات بدون طيار ستاناغ 4671 ومعايير وزارة الدفاع المملكة المتحدة الخاصة بصلاحية الطيران، يبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 5670 كيلوغرام، كما تضم 9 نقاط تعليق يمكن أن تستوعب حمولة قصوى تبلغ 1814 كيلوغرام، وهي قادرة على حمل ذخائر قتالية مثل القنابل الموجهة بالليزر جي بي 12 بوزن 225 كيلوغرام أو صواريخ هيلفاير. تعمل سكاي جارديان بميزة اكتشاف وتجنب العدو الدي آ آ الذي طورته غازي، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات تزيد عن 12 كيلومتر بسرعات قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، وستبقى في الجو لأكثر من 40 ساعة. طائرات هيرون تي بي. طائرة هيرون تيبي المعروفة أيضا باسم أيتان هي طائرة بدون طيار تلقائية الإقلاع والهبوط أطل، أي يتم توجيهها من خلال محطة سيطرة أرضية، بذلك لها القدرة على العودة إلى قواعدها ذاتيا في حال فقد الاتصال مع القاعدة. كما أن نظام الطائرة مزود بالقدرة على التعافي ذاتيا في حال حدوث أي خطأ، وبإمكانه العمل في ظروف الطقس جميعها. تم تصميمها وتطويرها بواسطة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. تعمل هذه الطائرة القتالية بدون طيار في الخدمة مع جيش الدفاع الإسرائيلي منذ سنة 2005. الطائرة قادرة على رفع حمولة قصوى تصل إلى 2700 كيلوغرام، والتي تشمل أنظمة مهام متعددة مثل الرادار ذي الفتحة الاصطناعية SAR والنظام العالمي للاتصالات المتنقلة GSM وأجهزة استشعار اتصالات وحمولات قتالية مثل القنابل الموجهة وصواريخ جو أرض. تعمل الطائرة بمحرك واحد من طراز برات اند وايت ناي بقوة 1200 حصان، ويمكن لها أن تتحمل أكثر من 30 ساعة أثناء الطيران بسرعة قصوى تبلغ 400 كيلومتر. الحد الأقصى لوزن إقلاع الطائرة المسموح به هو 5600 كيلوغرام. عاشرا، طائرة بريداتور سي أفنجر. طائرة بريداتور سي أفنجر هي مركبة غير مأهولة موجهة عن بعد طورتها شركة جاي آزي. تم إجراء أول رحلة للطيران بهذه الطائرة في جوان 2009، ويبلغ وزن الإقلاع الأقصى لهذه الطائرة المقاتلة 8255 كيلوغرام. لهذا الطراز القدرة على حمل أجهزة استشعار متعددة متصلة بنقاط تعليق أجنحتها، بينما يمكن أن تحمل حجرة أسلحتها الداخلية ذخائر رقيقة وأجهزة استشعار كبيرة تصل إلى 1588 كيلوغرام. تبلغ سعة الحمولة الإجمالية للطائرة 2948 كيلوغرام. تشمل أسلحتها صواريخ هيلفاير ووحدة قنابل موجهة بالليزر وذخائر الهجوم المباشر المشترك وقنابل جي بي إي 39 وجي بي إي 16 وجي بي إي 48. توفر طائرة بريداتور سي أفنجر سرعات تشغيلية وعبور أكبر من طائرات بريداتور بي مدعومة بمحرك برات ويتني المروحي. لهذه الطائرة بدون طيار القدرة على الوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 15 كيلومتر، وتبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة، وتتحمل 20 ساعة في الجو.